التراث العربي الإسلامي هو كنوزنا الخبيئة، وهو كياننا الثاوي في أعماق الأعماق، هو صورتنا التي تحمل كل ملامحنا في الفكر والحياة، هو نحن عبر العصور، وهو في الوقت نفسه عطاؤنا الثمين الثمين للإنسانية ولحضارة الإنسان. المشاهد، أرأيت لو كنت على الفقر والمتربة ثم أردت إصلاح حائط في بيت الأسرة القديم، فإذا بالفأس تضرب في جرة خبيئة، ثم إذا بالجرة تنكسر عن دفق من الذهب العتيق الوهاج، أرأيت كم يكون فرحك وكم يكون رقص الدهشة والأحلام في عينيك؟ الكثيرون يحكون لك مثل هذه القصة، والكثيرون يحلمون بالكنز أيضا، هذا النبع السحري من الفرح الذي يأتي ولا يأتي. التراث بدوره، تراثنا الفكري، له كنوزه تتفتح عنها الصدف المفاجئة أو الحوائط والزوايا المهجورة، وله أيضا أعراس الفرح والدهشة. لكن لعله مما يجب أن نعرف ونذكر أن التراث ليس كنوز علي بابا. تقف أمام الكهف وتحمس افتح يا سمسم، فإذا بالصخرة تنزاح من نفسها، وإذا بالكهف دنيا من الأضواء والجوهر، ومن اللؤلؤ والمرجان، ومن كل فاكهة زوجان. إنه بعد جهد ملايين الليالي والأصابع والعيون في الكتابة، كان جهد الملايين في النسخ، ثم جهد الملايين في الحفظ والصيانة، ثم كان جهد مئات الألوف في التنقيب والبحث والتحقيق والطبع والنشر. ومع ذلك فعلى أطراف القرون الطاحنة وتحت السنابك النكبات وبين أسنان القوارض والأرضة ضاع منه الكثير واندثر الكثير. ما لدينا من إحصاء ولا في التقريب يحصي ما كتب الأجداد من كتب العلم والفكر وما تركوا من التراث، لقد يكون ذلك أكثر من 1000 كتاب ورسالة، ولكن ما ضاع منها يزيد على الثلثين، وما طبع من الباقي لا يزيد على العشر فقط، والباقي ما يزال مخطوطا في الظلمة ينتظر. كل هذا الذي نعرف ونقرأ ونذكر من التراث ليس أكثر من العشر. أتعرف الجمديات الكبرى في المحيطات يطفو على سطح الماء منها جبل ثلجي رائع؟ بلى، ولكن 9 أضعاف هذا الجبل يسبح تحت الجلد، ينام في ظلمات الماء العميق. والتراث العربي الإسلامي ليس كنوزا متاحة للطارقين ولا كتبا مبذولة في أول واجهة على المنعطف، ملحمة طويلة من الضنع وجهد الأعصاب والدمع قد رافقت كل كتاب حتى وصل إلى يديك، حتى هذا الذي تراه مطبوعا مجلدا مذهبا أنيق الخط والورق كان ذات يوم ماذا؟ كان إما أوراقا أكلتها الرطوبة والأرضة فما تقرأ ما فيها إلا بذوب العيون والأنفس، وإما مخطوطة ظن بها أصحابها وغامر الذي غامر حتى بحياته ليحصل عليها، وإما ثروة ملكية أهديت بماء الذهب ذات يوم إلى ملك العصر فدفع وزنها ذهبا أو أمثال الوزن فهي حبيسة خزائن الملوك. وأضعاف هذه الكتب التي نرى ونقرأ ما يزال إلى اليوم ورقا تأكله الأرضة على الرفوف الغبراء المنسية، أو كنزا من المجلدات المهترئة قد ضريت عليه الجدران فهو ينتظر أن تكشف عنه صدفة سعيدة، أو ركاما في صندوق مخلع قد نام في ركن بيت قديم في بعض مجاهل الأرض لا يدري به أحد، أو لا هذا ولا ذاك، ولكنه من بعض أسرار المذاهب فأصحابه على الظن الشديد به وعلى الكتمان الشديد، أو من بعض ما تصيدت مكتبات الغرب
من ثرواتنا، فهو الآن من بعض ثرواتهم وما يكنزون. تراثنا الذي نجا من الكوارث ثلاثة أرباعه ما يزال الدفين الحي، على أن أقساما منه قد اجتمعت هنا وهناك حسب الصدف، بعضها في اسطنبول، وبعض في القاهرة ودمشق، وبعض في فاس والرباط، وبعض في باريس وفي لندن ومدريد وروما والهند. القوامون على هذا التراث الباقي هم أشبه بحراس الهياكل المقدسة في الحصور الأولى، رهبان قد نذروا أنفسهم لهذه الأيقونات المقدسة من الورق، لهذه البقايا التي تنخرها الأرض وتمحو رطوبة سطورها سطرا سطرا. من هؤلاء ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني، الخبير العريق في التراث ومحافظ المخطوطات بالخزانة العامة في الرباط، رباط الفتح في المغرب الشقيق. قبل أن أقدمه عاشقا للتراث والمخطوطات، يجب أن أقدمه مؤمنا بأمته، مناضلا من أجلها. يكفي أن نعرف أنه يوم تخرج من جامعة القرويين بشهادة العالمية سنة 1931 رفضت السلطات الاستعمارية تسليمه الشهادة، فتسلمها بعد 26 سنة بعد الاستقلال. ويكفي أن نعرف أنه سجن 5 مرات مجموعها 8 سنوات، ومن باب الحب للبلاد وللأمة أحب التراث ورحل وراءه في كل أرض ومع الرمال وعلى ظلمة السراديب وفي لهب الشمس ودبيب الأرض في العروق. جولاته المغامرة كشفت العديد من المخطوطات التي كان يعتقد أنها فقدت إلى الأبد، وحديث ذلك حديث طريف وموجع في وقت ما. فهل يستاذنا الضيف الكريم أن يحدثنا عن بعض ذكرياته الشخصية في كشف كنوز التراث، عن كتاب حذف من نسب قريش مثلا للنسابة الأقدم مؤرج السدوسي، وعن غيره إذا شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا وقبل كل شيء للأخ الكريم الدكتور شاكر أن هيأ لي هذه الفرصة لأتصل بجمهور الكويت الشقيق العزيز النبيل. وقبل أن أتحدث عن بعض الكشوفات، أرى من اللازم أن أشير إلى أن الكشوفات تقتضي مكتشفات، تقتضي أن يكون هناك ما يكتشف، وهذا ما كان في المغرب بالفعل. في المملكة المغربية بلدة ذات تاريخ عريق ومجيد في خدمة التراث الإسلامي العربي منذ أن أكرمها الله بالإسلام إلى اليوم. وقد آمنت هذه الأمة بالثقافة العربية الإسلامية، وأسس لها المؤسسات العليا والثانوية والابتدائية، وانتشرت هذه المؤسسات في جميع بقاع المغرب، ففي الشمال والجنوب والشرق والغرب، وفي الصحراء وفي الجبال وفي القرى والمداشر توجد مكتبات مليئة بما لا يعرفه أحد. وكانت هذه الكنوز تصل إلى المغرب عن طريق رحالين للحج ولطلب العلم، وعن طريق البعثات الرسمية التي كان ملوك المغرب يبعثون بها إلى مراكز العلم ليحملوا منها المخطوطات إلى المغرب. وكثير من هذه الكنوز أهداها مؤلفوها من مصر والشام مثلا، أو من الأندلس إلى ملوك المغرب، أو إلى مكتبة جامعة القرويين بفاس أو غيرها. وفي هجمة الاستعمار
على العالم الإسلامي انتقلت من هذه الكنوز في غفلة من العيون، كنوز كثيرة لمختلف مراكز أوروبا وأمريكا، حيث إن المغرب على أبواب أوروبا وأمريكا، وكان له في جميع العصور صلات دبلوماسية مع مختلف الدول، وهكذا تسربت من المغرب كثير من الذخائر. وعندما شعر المغاربة بهذا صاروا يحرصون على كتمان ما عندهم حتى لا يعلم به أحد، كما كان الغني في القديم يحرص على كنوزه ويقول لأولاده أن لا يذكروها إلا تدركها العين، وهو يقصد بالعين عين الظالم المغتصب الذي يأتي للاستيلاء عليها. وما إن دخل الأجنبي إلى المغرب محتلا حتى اتجه إلى تعرف على هذه الكنوز ونهبها واكتشافها والاطلاع عليها ونهبها، فكانت مكتبة القرويين من أوائل ما نظم، وكانت مكتبات أخرى بقيت مهملة وهي معروفة. على سبيل المثال، بعد الحماية بقليل انعقد معرض في باريس، وقيل إن في القرويين جزءا من كتاب الشريف الإدريسي ذات المشتاق في الجغرافية، اختراق الآفاق، فقيل لنبعث هذا الجزء ليعرض في المعرض، ومنذ ذهب لم يعد إلى الآن ولا يعرف أين هو. وأمثال هذا كثير جدا. من أجل هذا كان حرص المغاربة شديدا على أن يستروا ما عندهم ولا يسمحوا لأحد بالاطلاع عليه، وبهذا بقيت كثير من الكنوز مخبوءة إما في الزوايا والقرى والمداشر والمدارس، وإما عند الأفراد. فالمغرب بلد العائلات العلمية التي توارثت العلم خلفا عن سلف، وكان كل واحد من السلف يخلف للخلف الذي يليه كنوزه العلمية، وأحيانا لا يكون الخلف عالما ولكنه يرى أن هذه الكنوز يجب أن تستر عن الأعين وأن لا يطلع عليها أحد. وهكذا بقيت كثير من الكنوز التي لا يعرفها أحد. وقصة تلك المكتبة التي بنيت أمامها مكتبة أخرى فيها الكتب المبذولة. نعم، في هذا الميدان كانت توجد زاوية، يعني زاوية مركز لطريقة صوفية، وهي في نفس الوقت مركز علمي، وكانت هذه توجد في الصحراء، في صحراء المغرب في الجنوب، وكانت كل سنة ترسل بعثة للحج، وكان من أهم ما تشتغل به بعثة الحج كل سنة أن تنقل إلى الزاوية ذخائر ما تتمكن من توصل إليه طوال الطريق بين المغرب ومكة والمدينة. وهكذا اجتمع في هذه الزاوية الكثير، ولكن أصحاب الزاوية جعلوا في المسجد مكتبة فيها كتب الحديث وشروح كتب الحديث
وبعض القواميس، وفتحوها لمن هب ودب للزائرين من أراد أن يطلع على شيء يقدمون له ما عندهم. وفي نفس الوقت بانوا في داخل القصر العائلي، في داخل قصر الحريم، بانوا دارا سموها دار الكتب، وملؤوها كتبا، يقال إن كتبها وصلت في وقت من الأوقات إلى أزيد من 30,000 مخطوط. وقد زرتها بعد الاستقلال وعثرت فيها على 4,000 مخطوط أو حواليها. وذكر لي المستشرق الفرنساوي المتمغرب المشهور جورج كولان أنه ذهب إلى هؤلاء الناس أصحاب الزوايا وجلس ضيفا عندهم 3 أو 4 أيام، فأشبعوه كسكسا ومشويا، وحدثوه في الدين وفي السياسة وفي التاريخ، ولكنهم لم يقبلوا أن يتحدثوا حديث المخطوطات أبدا، إلى أن يئس من هذا الحديث وغادر الزاوية آسفا على أنه لم يستطع أن يزورها ولا يعرف ما فيها، ولم يتمكن أحد من الاطلاع على ما فيها كتابا كتابا، حتى جاء الاستقلال، تستقل المغرب، وعينت في قسم المخطوطات بالخزانة العامة، وذهبت بصفة رسمية للاطلاع على مفاتها، وإذاك فتحت لي أبوابها واستعرضت كتبها مخطوطاتها واحدا واحدا، وعثرت فيها على ما يقول التعبير الكليشي الشهير، على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ الكريم، هل لنا أن نسمع أسماء بعض المخطوطات التي عثرتم عليها شخصيا؟ ولو أسماء بعض. والله كما قلت، هذه المكتبة تشتمل على زيادة من 4,000 مخطوط، وعندما عدت منها إلى الرباط وعلم بطل التحرير محمد الخامس رحمه الله بهذه الكنوز، كلف وزير الأوقاف أن يصحبني إلى زاوية وأن ينقل إلى الخزانة العامة بالرباط كل ما أشرت عليه بنقله، فنقلنا منها حوالي 1,000 مخطوط، وما تزال حوالي 3,000 بقية هناك. وكان المكتشف في هذه الزاوية بالخصوص وفي غيرها الكثير الكثير جدا، الذي لا يعد ولا يستطيع الإنسان أن يتذكره في جلسة مثل هذه، خصوصا أن مكتشف التراث والباحث عنه لا يهتم أو لا يجوز له أن يهتم بناحية دون ناحية، فالتراث العربي الإسلامي كله تراث مقدس، يعني كله تراثنا وعزيز علينا، وما من كتاب منه إلا ويملأ فراغا في الناحية العلمية أو في الناحية التاريخية، لا يكاد يملأه سواه. وأقل فائدة نستفيدها من كتاب لا نرى له قيمة أنه يعطينا صورة عن تاريخ ذلك العلم الذي ألف فيه ذلك الكتاب في مرحلة من مراحل التاليف الإسلامي العربي. فهناك كتب في النحو، هناك كتب في اللغة، كتب في الأدب، في الجغرافيا، في التاريخ، في الفقه، في الحديث، في ما لا يعد ولا يحصى من النواحي.
وسبق لكم أن أشرتم إلى كتاب حذف من نسب قريش لمؤرج السدوسي. مؤرج السدوسي هذا عالم بغدادي عاش في القرن الثاني ومات سنة 195 للهجرة، وكتيبه هذا أول كتاب وصلنا في علم الأنساب، ولا يخفى أن العرب اهتموا من قبل الإسلام وبعد الإسلام بأنساب القبائل، وبعد الإسلام وصلتنا ثروة واسعة حول أنساب العرب وقبائلها، فكان هذا اللبنة الأولى فيها. ثم هو يغلب على الظن أنه أقدم كتاب، أقدم مخطوط يوجد في المملكة المغربية، لأن في آخره أنه قرئ سنة 52 و200، أي في أواسط القرن الثالث الهجري. ثم هو مكتوب بالخط الكوفي المتطور الذي بدأ يخرج من أشكال الخط الكوفي إلى أشكال الخط النسخي المعروف والمتداول. يعني أستاذنا الأستاذ الكتاني لا يريد من باب التواضع أن يذكر شيئا من كشوفه، لا، أنا سأذكر ما أستحضره، لكن كما قلت الكشوف هي تختلف قيمتها وأهميتها بالنسبة لطالب المخطوط. فواحد يقدر كتب التاريخ ولا يرى قيمة لغيرها، وآخر يقدر كتب الفقه أو الحديث أو الطب أو ما أشبه هذا، في حين أن المهتم كما قلت بالتراث يقدر جميع التراث، لأن كل لبنة في مكانها لا يمكن الاستغناء عنها. من ذلك مثلا أبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط في تفسير القرآن، هذا من أكبر أئمة النحو. وكان كثير القراءة والمطالعة، وكان يسجل في كتاب له أغرب النصوص النحوية التي اطلع عليها، فألف كتابا ضخما في عدة مجلدات اسمه تذكرة النحاة، يشتمل على ما يعتبره أبو حيان من النوادر، من النصوص النادرة. هذا المخطوط عثرت عليه في هذه المكتبة ونقلته إلى الرباط وليس فيه اسم مؤلفه، فعكفت عليه شهورا عديدة إلى أن عرفت أنه لأبي حيان، وناهيك بالنصوص التي يرى أبو حيان أنها من الأهمية بدرجة أن تختار. ثم هو ينقل عن أصول فقدت الآن من الوجود ولم يبقى لها أثر. وقد أشرت على أحد أهل العلم في من الأردن بتحقيق هذا الكتاب، فحققه وكتب عنه دراسة ممتعة جدا في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، وقال إنه يعده للنشر. هذا مثل من أمثلة كثيرة. كتاب تاريخ ابن الفرات الذي أشرتم له هو أيضا مما عثرت عليه في هذه المكتبة. وكتاب تاريخ ابن الفرات قيمته أن مؤلفه يغلب على الظن أن لم يكتب من تاريخه إلا نسخة واحدة، وقبل أن تتفرع عنها نسخ تشتتت في البلاد، فنقل بعض أجزائه إلى الفاتيكان،
وبعض أجزائه إلى فيينا في النمسا، ونظر إلى أن الأوروبيين لم يطلعوا منه إلا على ما كتب عن العصر الذي يعيش فيه، فقد قالوا في دائرة المعارف الإسلامية عنه إنه المؤرخ الوحيد الذي لم يؤرخ لتاريخ الإسلام من أوله، وإنما أرخ إلى المرحلة التي عاش فيها. ولكنني عثرت في هذه المكتبة على جزئين من تاريخ ابن الفرات، أحدهما الجزء الثاني ويتكلم عن العهود الأولى لتاريخ الإسلام، ويبين أن مؤلفه أرخ لبدء الإسلام واستمر العصر الذي عاش فيه، وأن ما فهمه المستشرقون لا أصل له ولا صحة له. أستاذ الكريم، تسمح لي بأن أقول كلمة هنا. في الواقع نحن ما نمفك نسمع بين الفينة والفينة عن كشف جديد، سواء في المغرب خاصة أو في المشرق، تهتز له الأوساط التراثية، تطرب، تعرض آمالها باستنفاذ المزيد مما اعتبر ضائعا من كنوز التراث. مثلا من ذلك مما يأس الناس من وجوده رسالة الصاهل والشاحج لابن علاء المعري، وهي حوار بين فرس وبغل، ومن أطرف ما كتب هذا الشاعر الفيلسوف، وجدت في المغرب. خليفة بن خياط مثلا كان حتى عهد قريب مجرد اسم بين أسماء المؤلفين حتى ما قبل 15 سنة، وهو الآن أحد المؤرخين القدامى الكبار بعد أن وجد المغرب كتابي التاريخ والطبقات، وطبع الكتابان في وقت واحد مرتين في دمشق وفي بغداد. بين الرسائل مثلا التي كتبها الجاحظ رسالة ذكرها هو نفسه في كتاب الحيوان، لكن لم تقع عليها عين منذ قرون، فإذا هي قد ظهرت إلى النور أيضا في المغرب، إنها رسالة العرجان والبرصان. بلى، الكشوف في الواقع كثيرة تتوالى كسطوع النجوم في الليل، ولعل من أهمها مثلا أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، المتوفى في منتصف القرن الثاني للهجرة. هذا الشيخ الأحول ما تبحر أحد في السيرة النبوية إلا كان عيالا عليه وكان آخذا عنه، وكان أول من جمع أطراف هذه السيرة العطرة وتوسع فيها. كتبها بطلب من أبي جعفر المنصور كي يتأدب بها ابنه المهدي، لكنها كانت كتاب الناس في كل العصور من بعد. بلى، فالناس يعرفون عبر العصور سيرة ابن هشام الشهيرة. ابن هشام سوى أنه أخذ سيرة ابن إسحاق نفسها فشذب وهذب ثم قدم للناس، وضاعت السيرة الأصلية من الأيدي. كنا حتى عهد قريب نعتبرها مفقودة أو في حكم المفقودة، حتى أعلن أنها في المغرب منذ حوالي ربع قرن أو أكثر قليلاً، ووجدت في الواقع أقسام منها تقع في 300 صفحة، ضمت إليها أوراق أخرى تبلغ حوالي 36 صفحة، وجدت في المكتبة الظاهرية بدمشق. ثم نشر هذا وذاك بقية من كتاب هو من أقدم الكتب المؤلفة للإسلام في السيرة النبوية. ترى هل يحدثنا الضيف الكريم الأستاذ كتاني عن بعض الكشوف التراثية الأخرى، مثلا عن كتاب البيان المغرب لابن عذارة، عن كتاب المقتبس لابن حيان مثلا؟ البيان المغرب لابن عذارة اكتشف أولا في أوروبا، وكان في نسختين في لم يسمى فيها المؤلف، فكان يسمى مخطوط كوبنهاجن المجهول المؤلف. ثم بعد ذلك عندما ذهبت إلى الزاوية التي أشرت إليها عثرت فيها على مجلد ضخم لم يسمى فيه المؤلف وغير تام من آخره، ثم تبين أنه الجزء أو المجلد الثالث من تاريخ ابن عذاري، وكان دوزي قد نشر الجزئين الأولين
في القرن الماضي، ثم عاد نشرهما المستشرقان ليفي بروفنسال وجورج كولان. وكان أحد المستشرقين الإسبان ويسي قد اهتم بهذا المخطوط وترجم ونشره بالإسبانية، فلما علم أنني عثرت على هذه النسخة اقترح أن نتعاون معه على نشره باللغة العربية ونشير في الرباط، ولكن مع الأسف النسخ التي نشرت منه كانت قليلة لم تلبت أن نفدت، وما يزال الطلب عليها كثيرا. ثم بعد ذلك عندما ذهبنا لتنظيم المكتبة الملكية في الرباط أو الخزانة الملكية كما نقول، عثرت هناك على 5 نسخ أخرى فيها زيادات حتى على النسخة التي كنت عثرت عليها من قبل، وقد جمعت هذه الزيادات التي توجد في آخر هذه النسخ ونشرتها في مجلة تطوان التي كانت تصدر في المغرب، ثم بعد ذلك استخرجت منها فصلة لتضاف إلى الجزء المطبوع. ولهذا الكتاب قيمة خاصة، حيث إنه يتحدث عن تاريخ المغرب، لهذا الجزء يتحدث عن تاريخ المغرب في عصر الدولة الموحدية التي كانت تضم الأندلس والمغرب والجزائر وتونس وبعض ليبيا. فهذا مثال. أما ما يتعلق بالمقتبس أو بالصاهل والشاحج فلهما قصة أخرى، وهي تدخل في هذا النطاق الذي تحدثت عنه من كتمان المخطوطات عن أعين الأعداء حتى لا تصل إليها أيديهم بقدر الإمكان. فعندما ارتقى ملك المغرب الحسن الثاني العرش ذهب إلى فاس لتفقد القصر الملكي، فإذا به يلاحظ في الحائط زيادة توحي بأن وراءها شيء، فأحضر البنائين وهدموا الحائط، وإذا به يجد وراءه قاعة كبيرة مملوءة مخطوطات. يظهر أن جده مولاي يوسف رحمه الله أو والده محمد الخامس رحمه الله خشية على هذه المخطوطات أقام هذا الحائط، هذا الجدار أمامها حتى لا تصل إليه الأيدي إلى أن يأتي الفرج من عند الله. أستاذ الكريم، أنتم في المغرب لديكم هذا الحرص على المخطوطات الذي أصبح أشبه بالعادة، أشبه بالعادة الأخرى، فكيف تفعلون الآن في المغرب لاستخراج هذه المخطوطات، إخراجها إلى النور، تعريف الناس بها من أيدي هذه الأسر الكثيرة؟ من أهم الوسائل التي نتعرف بها على المخطوطات التي توجد عند الأفراد ما قرره جلالة الملك نصره الله من تخصيص جائزة سنوية لتسمى جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، يعلن عنها في وقت معين، من كانت عنده مخطوطات فليقدمها ليرشحها للجائزة، وهكذا يتقدم الناس بما عندهم من مخطوطات طامعين في الجائزة وتتكون
لجنة في وزارة الثقافة تعكف على هذه المخطوطات التي تقدم من مخطوطات ووثائق وتدرسها، وما وجدته جديدا يضيف إلى البحث العلمي شيئا جديدا رشحته لنيل جائزة. وهذه الجوائز تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأولى والثانية والثالثة. هذه جائزات جوائز تقديرية، ثم بعد ذلك تعطى جوائز تشجيعية لمن قدم أشياء ليست في مستوى ما نال الجوائز التقديرية. وقد مر على هذه العملية 10 سنوات، كل سنة تظهر فيها كثير من النفائس والكنوز التي كانت مجهولة وغير معروفة عند الناس، وأقل ما فيها أن تظهر نسخ من مخطوطات كانت تعتبر أنه لا يوجد منها إلا مخطوطة واحدة أو اثنتان. أستاذ الكريم، شكرا لما تفضلتم به، وأحب أن أعطف قليلا على موضوع ذكرتموه في المحاضرة التي ألقيتموها في رابطة الأدباء منذ أيام. سمعكم الناس تتحدثون عن ضرورة الإسراع بنشر بعض الكتب التراثية الكبرى التي كانت تعتبر بحكم المفقودة، مثل مثلا مسند الإمام أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد، وكتاب الإيصال للإمام أبي محمد بن حزم الذي يعتبر ضائعا حتى لوقت طويل، أو كتاب البيان والتحصيل للقاضي ابن رشد الجد، وكتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي القيرواني، وهي من أمهات كتب الفقه المالكي الموسوعية. فهل تتكرمون في هذه الدقائق الأخيرة بالحديث عنها للإخوة المشاهدين؟ الإمام بقي بن مخلد إمام عظيم من أعظم أئمة الإسلام، الذين هاجروا من الأندلس إلى المشرق، فملأ وطابه علما وعاد إلى الأندلس وألف كتابين قيل عنهما إنه لم يؤلف مثلهما في الإسلام، وهما كتاب التفسير وكتاب المسند. وكتاب التفسير قال عنه ابن حزم إنه أعظم وأهم حتى من كتاب تفسير ابن جرير الطبري. وما كتاب التفسير فما يزال إلى الآن مفقودا. أما كتاب المسند فقد قيل إن قائمة لمكتبتين في دار العلوم في ألمانيا الشرقية فيها قائمة ببعض نوادر المخطوطات من بينها مسند بقي بن مخلد. هذا كلام لا يكفي الاعتماد على هذا الكلام، حبذا لو أن قسم التراث في المجلس الوطني في الكويت بعث فردا أو أفرادا إلى هذه المكتبة وتأكد من صحة هذا النبأ. فإذا كان صحيحا فمن الواجب الأكيد التعجيل بإنقاذ هذا الكتاب من ضياع وتقديمه للمهتمين بدراسة الحديث النبوي نظرا لقيمته الخاصة. وكتاب الإيصال مثلا، أما كتاب الإيصال فهو إلى الآن ضائع في عدة مجلدات بين 40 و70، ولكن قيل إنه كان في مكتبة الإمام يحيى حميد الدين في اليمن اليمني السابق جزءان منه. قيل هذا منذ زمان، ما أبلغه من الصحة، هل ما يزال الجزءان موجودين، ما هما هذان الجزءان، كل هذا لا يعرف بالكلام، وإنما القريبون من اليمن يجب عليهم أن يذهبوا ويتأكدوا من الحقيقة. فهذا هذه كأمثلة. أما التبصرة للخمي
وأما البيان والتحصيل لابن رشد فهما كتابان موجودان نسخهما كثيرة جدا في مراكز الفقه المالكي في المغرب وفي تونس وفي غيرها، وهما مثلان فقط للموسوعات التي كتبها فقهاء المالكية في الفقه الإسلامي. وهذا الفقه المالكي بالخصوص لم يكن له سعد ولا حظ في أن تنشر كثير من أمهات كتبه، فإذا تيسر نشر شيء منها فإنه يكون قياما بواجب عكف عليه أئمة الإسلام قرونا عديدة في ميدان يعتبر من أهم الميادين التي قام فيها الإسلام بدور حضاري كبير. وبعد أيها الإخوة، إن التراث هم من هموم الباحثين عن الأصالة والجذور في هذه الأمة، هم من هموم السدنة الحافظة على قيمها وتراثها العريق، المؤمنين بأن لها في الإنسانية رسالة وشأن من الشأن. وهذا حديث بعض هؤلاء السدنة العاملين على الصمت والنسيان في دعم الجذور والعراقة رغم سحب اليأس والخذلان القانط. إن البحث عن الجذور والأسس الأولى في هذه الأيام السوداء ليس بحثا في المقابر والموتى، ولكنه باب من أبواب الجهاد. ليس رجعة إلى الماضي تلغي المستقبل، ولكنها الجسر بين الأمس والغد. كلا، إنها إثبات للكيان في المعترك العاصف الساحق اليوم. كلا، إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وما أقل السفرة الكرام البررة. Thank you.